اليوم وفي بمناسبة اليوم العالمي للصحة، أتمنى للجميع الصحة والعافية إن شاء الله. كانت فكرة بسيطة أن نخرج للساحة هنا يعني بارك شفشنكا، نخرج ونقيس الحاجات الأساسية للإنسان ضروري يقيسها بشكل روتيني، اللي هي ضغط الدم، الوزن، الطول، بعدين كيف تحسب أنك أنت وزنك مثالي، عندك سمنة، عندك نحافة. أيضا قمنا بقياس البلس اللي هو النبض، وأيضا كذلك ورينا المجتمع الأوكراني أو الأوكران وكانوا سعيدين جدا بهذه الفكرة، التمر وفوائده، العسل أيضا، وعندهم عليه معلومات بسيطة بس احنا زدنا فهمناهم أيضا، وكذا وزعنا مطويات عن التدخين، الأضرار، الإدمان أيضا، لأنه هو مشكلة كبيرة في هذا المجتمع. وإن شاء الله الحمد لله التفاعل من الناس كان كويس وكانوا سعيدين جدا، والابتسامة تعالوا للجميع، وأيضا الشباب بارك الله فيهم ما قصروش وكان التنظيم كويس يعني. Thank you.